ابنة رأس الدولة تطالب بخادمة. بعد الخندق بدت الدولة الإسلامية أغنى وأقوى. حينها كانت ابنة القائد صلى الله عليه وسلم قد رزقت بطفل آخر عذب سموه الحسين، عق عنه جده صلى الله عليه وسلم كأخيه، وأحبه ولاعبه كأخيه، يأخذهما إلى المسجد، فإذا سجد ركبا ظهره، فأراد الصحابة منعهما، فأشار صلى الله عليه وسلم بيده إشارة تعني دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: من أحبني فليحب هذين، ويقول: هما ريحانتاي من الدنيا. كان يتجول بهما يسليهما، حتى قال أحد الصحابة: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. كان يعوذهما فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ثم يخاطبهما: إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. كل هذا الحب والحدب، ومع ذلك لم يأمر لهما بميزات سياسية أو اقتصادية أو دينية. يؤتى بزكاة التمر عند صرام النخل حتى تصير بين يديه أكواما، والحسن والحسين يلعبان حوله، فيأخذ أحدهما تمرة فيجعلها في فمه، فيقبل صلى الله عليه وسلم بهدوء ويخرجها من فمه، ثم ينير في نفسيهما عدم التطلع إلى ما ليس لهما فيقول: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ ملأ قلب الزهراء فانشغلت بهما تهذيبا ونظافة وعناية، لكنها جلست ذات يوم متعبة أمام حجري الرحى، بدأت تذر الحب ثم تدير الحجر العلوي على السفلي لتطحن ثم تعجن ثم تخبز وسط لهو الطفلين ومطالبهما. وبعد أن انتهت تأملت يديها فإذا هما قد تشققتا، فصبرت حتى علمت أن لدى والدها صلى الله عليه وسلم سبي، فلبست جلبابها وتوجهت إلى بيت عائشة فلم تجده عندها، فأخبرتها بسبب مجيئها وشكت لصديقتها ثم عادت. شعرت عائشة بوجع الزهراء، فلما جاء صلى الله عليه وسلم أخبرته بعناء ابنته، فانطلق القائد إلى بيت ابنته ووصل وهي على وشك النوم، فأرادت النهوض له كعادتها فقال: على مكانكما. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم حتى قعد بينها وبين زوجها وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران 34،
وتسبحان ثلاثا وثلاثين، وتحمدان ثلاثا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم. يقوله صلى الله عليه وسلم وعنده مطلبها، يقوله صلى الله عليه وسلم وعنده مال فائض، لكن سنته تقول إن فقراء الشعب أولى بالمال من ابنة رأس الدولة وسيدة نساء الأمة.